تنضم إلينا الآن الناشطة السياسية والاجتماعية وعضوة بلدية سابقة فداء شحادي. أهلا بك سيدتي. في بادئ الأمر، يعني القضاء الإسرائيلي، السلطات القضائية الإسرائيلية تصر على المزيد من الأحكام الجائرة بحق الشبان العرب الفلسطينيين على خلفية أحداث هبة الكرامة. كيف من الممكن أن نصف هذه المرحلة بالتحديد من هذه المحاكمات؟ يعني القضاء اليوم بكل الأحكام الأخيرة لشباب الهبة بأكد إن إنه إحنا غير متساويين وغير مواطنين. بصراحة اليوم اللحظات اللي يعني أنا شوي بعيدة اليوم، بس عم بسمع الأخبار وعم بتابع مع الأمهات، وبتذكر بداية هبة الكرامة، لما بتذكر أول جمل كنت أسمعها من الشرطة إنه مش راح نعطي أي فرصة للاعتداء على أي مواطن يهودي. فأظن إنه من بداية الهبة كان في قرار إنه المواطن أو الشخص اللي هم بيحافظوا عليه وبدهم يدافعوا عنه هو المواطن اليهودي بتعريفه وبالدين والقومية. واضح إنه إحنا حطينا يعني بالسلم اللي تحت كمش مواطنين، وهذا فعليا اللي عم بيصير بكل هاي الأحكام اللي هي غير يعني بأغلبها غير منطقية. يعني إحنا بنحكي عن ناس عم تتحكم لسنوات على يعني إذا بنرجع بالقوانين، القوانين بتحطش هيك عدد سنوات. يعني أنا مش حدا محامي، بس عم بتابع وبسمع من المحاميات وبسمع إنه هون عم بيصير محاكمات أصعب من أي مكان تاني، وعم بنحط عدد سنوات لشباب اللي رح يطلعوا فعليا يخسروا نص عمرهم يعني بعد هذه الأحكام. طيب، يعني أحكام من هذا النوع وسط أيضا شعور لدى عوائل المعتقلين بأنهم يعني يصارعون لوحدهم هذه السلطة القضائية، ما الخيارات المتروكة اليوم أمام المجتمع العربي الفلسطيني سيدتي؟ يعني بفكر كل المجتمع الفلسطيني بالداخل عم بيصارع وكأنه هو بدون أم وأب. يعني مش فقط العائلات، هي في أزمة يعني أكبر من موضوع العائلات. يعني أنا هلأ بالصدفة من اللحظة اللي تم محاكمة محمد حسوني ومحمد العبور، كان عدد سنوات وكان مخالفات، وبقدر أقول إنه المخالفات تم تجميع المبلغ يعني بأقل من 5 ساعات للمخالفات. فآه في تكافل وفي يعني عم بيصير شغل مجتمعي والناس عم تدعم بعض، بس يعني أنت أمام مؤسسة مش أمام جمعية أو مجموعة مواطنين، مؤسسة كاملة عم تشتغل بكل قوتها كمان إنها تقمع. كمان يعني أحسن أكثر جملة اليوم كانت صح انكتبت إنها هي وزارة القمع مش وزارة العدل. إيه فكمان عم تقمع، كمان انت يعني كثير مرات بدك يعني الناس في اليوم يوم تبعها بدها تعيشه وعم بيكون في صعوبات. إيه العائلات حاليا اللي عم بيصير انه تم تجميعها كلها مع بعض، إيه كل عائلات من كل بلاد عشان تكون يعني إيه يكون بيناتها علاقة تتكاتف. نحاول هون وغادي يرجع، بتخيل أغلب المحامية عم بيفكروا للي أخذوا بالذات يعني سنوات عالية إنه يرجعوا لاستئنافات ويرجعوا للمحاكم. يعني في شغل لازم يتساوى بالمسار القضائي اللي يرجع نطلع عليه ونشوف. لسه في ناس كمان كتير ما تحكمتش، يعني لقدام لازم كتير يتفكر كل قضية طيب، يتركز عليها من الجيد ويفحص كل بأنه أمور ذكرنا القانونية. قصة لازم الدعم لقدام. المجتمعي يضل مستمر لما في وقفات وفي حراك عم بتحرك، الأهالي عم تتحرك. يعني هذا من أهم النقاط المجبورة أقولها، أهالي المعتقلين بكل الفترة الأخيرة هم اللي عم بيكونوا بالوقفات، هم اللي عم بادروا، هم اللي عم بيتابعوا بعض، هم اللي عم بيدعموا بعض، وهذا كتير مهم الآن. في الحديث عن الفترة اليوم يعني لقدام بس تم فداء الإعلان عن إشحادي، أسأل التبرعات. هنا يعني على سبيل المثال من ملامح المرحلة المقبلة، قوات أمنية بزعم مواجهة أعمال شغب على سبيل المثال في مناطق كنقب أو ما إلى ذلك، هل هذا يبشر هلا واضح انه احنا بمرحلة؟ بازمه امام الحكومه، يعني في مرحله رح تكون صعبه مع الحكومه الجديده اللي عم تتشكل. يعني يعني كل هاي الطلبات بصلاحيات اضافيه من الشرطه لوزير الامن
القومي اللي داخل علينا، وزير الأمن الداخلي، اللي واضح اللي راح يكون في صعوبات، راح يكون في ملفات أصعب. يعني إحنا لسه عم نحكي عن ملفات شبابنا والسنوات العالية اللي عم تاخدها، ملفات اللي إحنا اتضررنا فيها زي شهيد موسى حسوني، سعيد موسى اللي مرق لينش ببتيام، هدول الملفات اللي عم تغلق بدون ما ناس عم يعني في حالة قتل، موسى قتل المواطن ما حدش عم حاكمه. فيعني واضح إنه في استباحة راح تكون لدمنا، وممكن ينعمل فينا لينش ونقتل وما حدش يتحاكم وما حدش أصلا يحكي على الموضوع بالإعلام الإسرائيلي، أو يعني يتسكل على القضية قد ما بيقدروا. وبنفس الوقت لما يعني أي شاب راح يمكن يفكر يطلع على حدا بنظرة ما تعجبهوش، يمكن يطلع عليه مسدس ويقتله أو يجيب له حكم عالي. وهذه ازدواجية فأظن المعايير المرحلة اللي لدى جاية مش المنظومة سهلة. السلطوية والسياسية الإسرائيلية، لكن وفي ظل وجود جهود ربما سياسية بالتحديد للتجمع للاجتماع لتنظيم كوادر معينة لمواجهة كل هذه الأحكام، أنا أسأل عن الفترة المقبلة، هل التدويل سيكون عنوان أو يستطيع أن يكون عنوان في الفترة المقبلة؟ يعني بداية قبل التدويل في عنا حاجة إحنا الفلسطينية بداخل وفلسطينية بشكل عام نرجع لتنظيم أمورنا. يعني حاليا أحزابنا من يوم الانتخابات يعني ما فيش صورة واضحة لتجميع القوة ولا تخطيط ولا بناء خطة عمل شو بده يصير لقدام. يعني هذا إشي ضروري ألف باء لازم يصير طوارئ، لازم الاجتماع مع يعني مع الأطر الفلسطينية بشكل عام، كمان بالضفة كمان بالشتات، لفحص يعني كيف ممكن تصير الأمور لقدام. تدوير القضية ممكن، بس هل المجتمع الدولي بس يعني بيستنى بقضايانا؟ يعني بالآخر أمام اللي عم بيصير بالضفة، قتل البنت صحيح، الصبية 16 سنة جنى امبارح، جنى يعني إذا زكريا، قضية زي هاي مش عم تاخد صدى دولي، فحكم على شاب يعني بفلسطين 48 بثلاث سنوات ما بيقدرش ياخد صدى دولي. يعني مجبورين نجمع القوة بالقضايا عشان تدول القضية. إيه وهون نعم، هون الشغل اللي لازم يصير قبل ما تروح على المجتمع الدولي، وانت داخليا مش منظم ومش جاهز. وحاليا للاسف يعني انا حدا اللي بحاول كل وقت اكون ايجابي، بس للاسف حاليا احنا مش صفوفنا غير منظمه، إيه بالذات بالداخل، ولازم توسع تنظيم كامل مع الاطر الفلسطينيه بشكل عام. القضيه الفلسطينيه مدوله، في عنا اطر اللي كانت تشتغل قبل وفي عايش تبني وتكمل عليها. يعني أكبر حراك موجود بأوروبا البي دي إس، في عمليا يعني شبكة اللي أنت ممكن تكمل منها شغل، بس في حدا لازم يبدأ تنظيميا هون بالداخل قبل أي محل تاني. التنظيم الداخلي هو العنوان فعلا. أشكرك الناشطة السياسية والاجتماعية وعضوة البلدية السابقة سيدة فداء إشحاده على هذه الإحاطة.